اهلا بحضراتكم جديد. متواصلين معاكم خمسه فرفشه، اهم ما لدينا للادب عظمه لسانه. وقلت لكم خمسه فرفشه في البدايه هدفها ان احنا نحاول نحط المهندس عدلي في مود هادي شويه قبل ما يدخل في المود بتاع المباراه والتركيز قبل ماتش الترجي. طب الناس احتارت مع الاهلي. الفيفا حطه في تقريره راسا براس مع بايرن ميونخ ومع اليوفنتوس ومع باريس سان جيرمان كأكثر الأندية فوزا بالبطولات المحلية في دولها في آخر خمس سنين. الناس مسكتتش. اللي قالك الدوري المصري ضعيف زي جيبوت وزي الصومال، مع كل الاحترام لكل الدول، لكن تطلع بقى تقليعة جديدة، هو الأهلي لو لعب في أوروبا يطلع الكام؟ يعني بصوا الافتراضات دي من سلسله من الاسئله الافتراضيه. لو كنا لعبنا مع البايرن كنا عملنا ايه؟ ايوه، قال لك طب لو كان الفريق هو اللي لعب البايرن مش الاهلي، وعملوا تحليل للحاجه المحتمله شكل تخيلي. ففي الشكل التخيلي ده الزميل احمد جمال سال ضيوفه من الزملاء الصحفيين عن الفكره دي اللي طرحها المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الزميل عمرو الدردير، واتفقوا من البدايه الفقره دي مش بجد، الفقره دي للفرفشه وراحت اعصاب المهندس عدلي. نشوف ان النادي الاهلي لو لعب في اي دوري اوروبي هيبقى في المركز الاخير، هيبقى في المركز الاخير، وان النادي الاهلي انتوا بتضحكوا على الناس وبتدغدغوا المشاعر. هل انت متفق فيما قاله؟ لا، هو وجهه نظر وانا هحطها حلل. انا بسالك سؤال، معلش، هل انا بسالك سؤال، هو ده هو اللي بيقوله ده صح؟ بسالك سؤال. هو الراجل اتكلم على فكره، سيف قال له نفس السؤال ده والراجل رد. ايه الراجل رد؟ قال له انا مقتنع بالكلام ده، وجهه نظر. لا، هو حسب هيلعب في انهي دوري. والله بتكلم، ما هو هيلعب في انهي دوري في اوروبا؟ يعني الدوري السويسري مثلا هيلعب في اوروبا نفسها؟ ده لا، في الدوري السعودي والدوري المغربي. لا، في دوريات اوروبيه ضعيفه. خلي عمرو الدرديري وعلاء عزت، هم يعني سيف زاهر جايبهم بيعملوا فقره فاني، فانا مش حابب. لا، بسالك المتحدث الرسمي مش لازم يقول كده. ما هو انا بقول لك انا مش حابب ده يضايق النادي الاهلي. انا بص، انا مش حابب ان هو عمرو الدرديري كمتحدث لنادي الزمالك يبقى في الوضع ده، في الوضعيه دي. والله طبعا انت معترض على ده؟ طبعا. انا بتكلم على وجهه نظرك الاعلاميه كاعلام كبير. لا انا بكلمك، هي الوضعيه ان انت تبقى في، انت جايب اثنين عشان تضحك الناس بيهم، ده يقول جم، وده متحدث رسمي لا يليق. انا بتكلم في النقطه، لا يليق لا يليق بوجوده في الفقره دي بالطريقه دي. متحدث رسمي لنادي الزمالك تطلع في وقت معين تتكلم بشكل معين، بتمثل كيان كبير اسمه نادي الزمالك بطريقه معينه في الرد، وبتكون يعني قوي في ردودك. فكره بقى ان انت تضحك. الاستاذ علاء عزت قابل، هو كاركتر بتاعه يمشي كده. طب هو مش ممثل لنادي الزمالك. طيب نتكلم بقى على الفنان هشام اسماعيل. اولا هو الراجل كان بيتكلم عن بنته، يعني هو هيجيب كيس الشيبسي مش لبنت عدل القيعي ولا بنت ابراهيم المنيسي، هو هيجيب كيس الشيبسي لبنته. فمن حقه ان هو كيس الشيبسي اللي يجي لبنته يبقى الحاجه اللي بتعجبها بنته والحاجه اللي بتعجبها هو بتحبها. انت مش هتفرض عليا تقول له انا الوجهه التسويق، يا عم سوق للي يخصك. يعني انت راجل عندك قلعه تسويقيه وراجل وكيانك وبتاع في الجزئيه طيب باشمهندس، يعني بص، ما يخص المتحدث الرسمي. لا يعني هو في كذا نقطة في الموضوع ده. بس هبتدي بالآخر. هو فعلا ما بيجيبش كيس الشيبسي لبنت عدل القيعي على ابراهيم منيس، ده بيجيبه لبنته. طب ما يروح يجيب كيس شيبسي ما لهوش حاجة بتضايقه. هو حد قال له لازم تجيب ده؟ دي يعني دي مثلا. لكن الأستاذ الحقيقة إيهاب الفولي لمس نقطة، يعني رغم إنها قالها بقسوه، يعني قال ان دي يعني الفقره مضحكه او للاضحاك، وانا ما كنتش اتمنى ان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يتحط في الموقف ده، يعني انها تبقى حاجه فن. يعني انا هاخد الموضوع اللي طرحه، طبعا دي وجهه نظر، هو يرى ان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ما لازم يبقى فيه وقار ويبقى فيه، لانه بيعبر عن نادي الزمالك وده حقيقي، والمتحدث الرسمي على الاهلي متحدث رسمي لاي حاجه،
لازم يتسم بوجهه نظر مؤسسته مش وجهه نظره الشخصية. هو الشخصيه انه داخل يعمل فقره هو لسان حال مؤسسته. لا هو لو هو مش المتحدث الرسمي يبقى خلاص حلو بيقول وجهه فيها نظر. لا مش وجهه نظر فيها شقاوه ويعني بتعمل فقره فن. لكن انا هتوقف عند كلمه اصل ده المتحدث الرسمي عندما يقول لو النادي الاهلي اشترك في دوري اوروبي هيطلع الاخير. هو اراد ان يسيء للنادي الاهلي وما تطلعوش فيها قوي فبدل من يسيء النادي الاهلي واساء الى النادي الذي يمثله بدرجه اكبر. ليه؟ لان اذا كنت هتسيء للنادي الاهلي اللي الفيفا لسه بتقول لك قتل الروح التنافسيه وهو الاول على مستوى العالم في الفوز بالبطولات اخر السنين اللي فاتت دي مع بايرن ميونخ ومع غيره. امال انت لو انت بتشاف ان النادي الاهلي يطلع الاخير البطل يطلع الاخير اللي بعد منه يطلع ايه بقى؟ انت اسات الناديك يا سيدي. هو الفن هنا. ايوه يعني انت اسات الناديك ما تنجرفش في انك تعمل افيهات لان الافيهات دي ما انتش عارف هتوصلك لايه. يعني ده اللي انا كنت عايز عليه. اما مساله الشيبسي وبتاع الحقيقه لا ما يعني وانا لو بجيب لاولادي هم كبروا على ان انا اجيب لهم حاجه زي كده يعني لكن يوم هجيب لهم هروح اجيب لهم حاجه تخص الاهلي فعلا. فاللي يروح يجيب لاولاده الزمالكاويه يجيب حاجه تخص الزمالك. يعني في حاجات تانية موجودة ضروري في حاجات تانية تضحك أكتر. لا اللي جاي بقى هو عايزك تمسك الجيم الكبير. عايزك تمسك عصامك والنبي وأنت بتتفرج على الفيديو اللي جاي. كل المناهج أنت بتشبه لعيبة النادي الأهلي بلعيبة عادية في زيها زي المقصة زي الجون. ما هي اللعيبة العادية دي كسبت الزمالك في النهائي. طب إيه المشكلة؟ ما عادي. طب وإيه المشكلة؟ ما المحلة كسبت الزمالك. زي يعني الكورش قفشة دي مش ضربة حظ. عادي. زي جون زكريا نصر اللي حطه زمان حظ في الزمالك فاكره؟ الجون اللي حطه بعد المأمور. الاهلي محظوظ على الزمالك؟ جدا. بس محظوظ ازاي؟ بفعل فاعل. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا لو حطيت لعيبه الاهلي دي بنفس السيستم في وضع زي اللي حاصل في نادي الزمالك اللعيبه دي تنزل درجه ثانيه. هو الاهلي يفضل الاسماعيلي فعلا؟ هو الاهلي اي لما هو بيفضل عايز يبوظ بيراميدز دلوقتي هو اي فرقه هو بس الاسماعيلي؟ لا هو الموضوع كبير يعني مش موضوع الاسماعيلي بس. لا قصه اكبر من كده. ايه موضوع تقرير الفساد اللي الفيفا عملته عن ان الدوري المصري من اضعف البطولات في المنافسه او التنافسيه زي جيبوتي وزي السودان؟ بقول لك والصومال هل تعلم ان الصومال اقوى مننا؟ اصل اقول لك على حاجه لما تيجي انت في الفيفا تبص تلاقي فريق واخد 45 دوري وفريق واخد 12 دوري وفريق واخد 2 دوري طب ايه الفرق ده؟ الاهلي الاقوى. لا مش الاقوى مش مفيش حاجه اسمها اقوى. طب واحد اهلاوي يقول لك ازاي انت بتقول كده والنادي الاهلي هو صاحب الحظ الاوفر في بطولات افريقيا وان الاهلي واخد اكتر عدد من البطولات يعني برضه هو حتى في افريقيا 9 بطولات برضه في حاجه مش مظبوطه؟ طبعا في حاجات مش حاجه واحده في الكاف. طبعا انت خلي بالك لو الاهلي وبصيت على البطولات اللي خدها الثلاث بطولات اللي خدتهم قبل كده كل المباريات بتاعت دور يعني لما تيجي في القرعه ذهاب واياب ذهاب واياب بتبقى الماتش التاني بيبقى فين؟ في القاهره مثلا. دي حاجات. اقول لك على حاجه تاني انت هل تعلم ان القرعه بتبقى ليها نظام معين؟ اقول لك ايه اللي بيحصل في القرعه. هل تعلم ان الكور دي بتبقى فيه كره سخنه وكره ساقعه؟ والله العظيم بكلمك بتقول الكلام ده كله على مسؤوليتك. طبعا بيجي مثلا ياخد الكره السخنه يقول لك يجيب لك الاهلي ويجيب لك ايه ويجيب لك البتاع ده ويقول لك الفرقه الضعيفه تبقى كره سخنه الفرقه القويه تبقى كره ساقعه. وهذا الكلام على مسؤوليتك على مسؤوليتي. كره فيها ايس كريم كره فيها عشان يعرف فيها ايه عشان يعني تقدر تحسها السيم يعني الكود. يا خبر ابيض. لا طبعا احنا ده 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 دي مسائل وصلت الى مراحل والله العظيم. يعني انت كنت مستكتر على عمرو الدرديري يقول لك الاهلي لو لعب في اوروبا يطلع الاخير. ده الراجل ده قال لك لو لعبت الاهلي راحت الزمالك ينزلوا درجه تانية. ليه؟ يعني العيب في الزمالك مش في اللعيبه لان اللعيبه مع الاهلي اللي ينزلوا درجه تانية يروح ياخدوا البطولات دي كلها. اللعيبه هنا نفس اللعيبه هنا واخدين البطوله مش واخدين بالهم بيقولوا ايه والله. قال لك نفعون احمد جمال بيحاول يعمل. وبعدين لا قال لك ايه؟ قال لك في كره سخنه وكره ساقعه. لما بيجوا يعملوا القرعه في افريقيا وكان افريقيا دي دايما وابدا اللي بيعمل القرعه حد اهلاوي. بس ما هو برضو النظريه تقدر توصل لكده ان اللي بيعمل القرعه باستمرار في افريقيا يخلي ماتش العوده بتاعه الاهلي في القاهره. قال لك طب بص على المرات اللي خدوا فيها البطوله ومش واخد باله ان الاهلي جاب البطوله من الصفاقسي من تونس وجابها من القطن الكاميروني
في كتوي أو جروة الكاميرونية 2008 وجابها من الترجي يعني، وجابها قبل كده من كذا دولة أفريقية كانت فيها الكرة فيها آيس كريم ولا كان فيها دولسي بالظبط. وبعدين إيه فكرة، ما هو ده جون بالصدفة، قال لك أصل ده حظ بفعل فاعل. إيه فكرة إن الحظ؟ طب أنت بقى اللي لا الأمور دي يعني ما تقعدش تتوقف. لا يعني أنا مبسوط إنك حطيت العنوان ده الفقر، لأن ما ينفعش يتاخد الكلام ده طبعًا بالجدية. ولا حد هياخده ولا هو بس بنقول للناس شوفوا الأمور وصلت لفين، ولا زملكاوي هياخدوه بالكلام بالجدية يعني طبعًا. ده مش معقول، لأن إحنا وصلنا كده لمرحلة صعبة صعبة قوي. طب واللي جاي كمان؟ ايه تاني؟ يعني انت عايز تقول ان موسيماني قال للاتحاد الافريقي يا احمد؟ مش قال للاتحاد، هو الاسم الاتحاد الافريقي. معلش يعني موسيماني مش هيتكلم وانا اقول كده يا استاذ احمد، يعني ده اداره، ده شغل اداره الاهلي، ده شغل يعني الاهلي بيعرف يشتغل بره المستطيل الاخضر؟ والله اسال الاستاذ المهندس عبد القيعي، هو عارف الكلام ده يعني، عارف، هو اللي قال الكلمه مش انا، هو اللي قال احنا بناخد البطولات بره المستطيل الاخضر يعني. فانا ما بقولش انا حاجه، هو ما قالش ان احنا بناخد، هو ما قالش ان هو قال ان بطوله الدوري لن تحسم الا خارج المستطيل يعني، هو كله هي نفس المعنى، عيش بملح وملح بعيش زي ما بقول يعني. لو قارنت ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والكابتن محمود الخطيب في الاداره، مين يكسب؟ مفيش مقارنه، مش عشان انا احب مرتضى او انا ما احبش الخطيب، لا مفيش مقارنه. خلي بالك ان مرتضى عمل طفره. مفيش مقارنه؟ مفيش مقارنه طبعا. لصالح مين؟ لصالح مرتضى طبعا. مرتضى مفيش فرق، مفيش مقارنه بين مرتضى والخطيب في الاداره. في الاداره بس الخطيب ذكي يعني، بيعرف يكسب المواقف حتى لو هو غلطان. واحد اهلاوي يقول لك ازاي انت بتقول الكلام ده، تتقاس بالبطولات. انا خلي بالك انا باخد مكان الاخر، انا فاهم يعني، لازم اناقش او احط وجهه نظري انا اخرى. لما تبقى بطولات يعني ايه؟ يعني بطوله افريقيا دي مش بطوله؟ بطوله افريقيا دي لا، برضه فعل فاعل. القضيه ممكن دي ما لا 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 ما احنا عندنا البدري اضرب يا بدري، وعندنا الخامس بتاع صن داونز، حاجات كتير يعني، مش حاجات قضيه ممكن ومش قضيه ممكن، عادي. احنا الماتش احنا راكبينه للماتش كله، ده مباراه حظ سبحان الله يعني، حظ. طبعا. بس الاهلي كان الاهلي استحقها؟ لا ما استحقهاش طبعا، الزمالك اللي هو الاحق في البطوله دي. شخصيه اضرب يا باشمهندس، شخصيه جميله. ليه؟ لانه هو حتى يعني يقول لك هم عندهم القضيه ممكن دي جابت بطوله للاهلي على حساب الزمالك، لكن اضرب يا بدري دي الزمالك استفاد منها. احنا عندنا اضرب يا بدري وعندنا خمسه صن داونز يعني. انت مين؟ يعني انت في التحفيل يعني. ايوه. ما هو الجميل في الموضوع ان ربط الامور ببعضها، هي يعني يعني هو عايز يقول هي المساله في الاخر تحفيل، مالهاش دعوه بالجديه يعني. يعني وبعدين في تقييم الامور، لا 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 لا، الخطيب عمل ايه؟ مش بالانجازات؟ طب انجازات الخطيب لا يقارب بمرتضى بالانجازات. اللي هي ايه؟ طب قالوا بالبطولات، قالوا بطولات. طب بالانشاءات، طب عايز تقصها بايه؟ عايز اعرف يعني، عايز تقصها بايه؟ وانا لا لا يعني مش عايز اقحم كيانات زي الاستاذ مرتضى وكابتن الخطيب في هذا الامر يعني، ده امر يعني انا يعني أربأ بإن إحنا نزج بأسماء، ده قيادة كرئيس نادي زمالك، وده راجل رمز وأسطورة وقيادة في النادي الأهلي. أما الإنجازات والبتاع ده في مليون معيار يا عم، الكلام ده يتعمل بيه. بس محظوظ بفعل فاعل، محظوظ بفعل فاعل ومنصوب بالكسرة. أنت جبت الكلام، جبت الكلام ده كله ازاي؟ بفعل فاعل ومفعول به، ده محظوظ بفعل فاعل والتاني محظوظ بمفعول به. لا الحقيقه يا جماعه، شوف الامور وصلت لفين، شوف الامور في الاعلام الرياضي وصلت لفين. احنا كان ممكن وكان سهل جدا على فكره، وربما كان الافضل ان احنا ما نجيبش الحاجات دي، بس دي حاجات موجوده على السطح الاعلامي، اللي بيحاول القائمون عليه او فيه الاساءه للاهلي وربطه باي حاجه والتشكيك في اي حاجه. خلي بالك الاستاذ احمد جمال وهو بيحاول مثلا ينبهه الحاجات، حتى لو سيبك من لا الغرض، انا هقول لك، لا احمد جمال بيفتح له، لانه لما بيقول له قبل ما ياخدوا لعيبه الاسماعيلي، لا ده ما يفرغوا الاسماعيلي يا جماعه، ادمت قوي بقى، لانه دي برضه الناس بترددها. التلات ارقام اللي انا نفسي كل واحد يتكلم على الاهلي فرغ الاسماعيلي من لعيبته، يفتكر ثلاث ارقام، ثلاث ارقام بس.
الاهلي خد من الاسماعيلي في تاريخه 17 لاعب، رقم 17. طب الاسماعيلي خد من الاهلي كام؟ 29 لاعب او 27 لاعب. الاهلي خد 17 من الاسماعيلي، الاسماعيلي خد 27. طب الزمالك كمنافس بقى خد من الاسماعيلي كام لاعب؟ الاهلي خد 17، الزمالك خد 29 لاعب. 17 27 29 17 19 الزمالك خد من الاسماعيلي 19 لاعب، سوري 19 الزمالك خد 19، الاهلي خد 17، والاسماعيلي خد من الاهلي 27 لاعب. يعني الاهلي الاقل استخداما للاعيبه الاسماعيلي مقارنه بالزمالك، بس الفرق ايه؟ والفرق بيوجع بصراحه، هي دي المشكله الحقيقيه. الاهلي كمناخ وكسيستم وكآله زي ما وصفه كارتيرون قادر على توفير فرص النجاح لاي لاعب يجي له. مبدئيا اللاعب اللي جاي هو فرص نجاحه اعلى. قال لك ان لعيبه الاهلي لو خدتهم هنا ينزلوا درجه ثانيه، هنا ياخدوا بطوله. طيب هو اللي قال بس العيب يبقى هنا ومش واخد باله مودي نفسه في حته ثانيه خالص. اذا لما تيجي تقول لي الاهلي خد لعيبه من الاسماعيلي، والاسماعيلي خد لعيبه من الاهلي، والزمالك خد اكتر من الاسماعيلي، بس الناس اللي جت الاهلي لقت المناخ خدت المناسب بطولات. خدت بطولات فنجحت فبانت، فالناس اتضايقت منهم فرجعوا يقولوا فرغ الاسماعيلي. على الرغم ان كل وابرز النجوم اللي خدناهم يا خدناهم بشراء مباشر من نادي الاسماعيلي يا من انديه أخرى. بعضهم في اوروبا وبعضهم في الخليج. وقالوا لك انت عملت كباري بقى، عملت كوبري لغايه بلجيكا ومديته لتركيا عشان تجيب احمد حسن بعد 10 12 سنه. يا جماعه شويه شويه من العقل والنبي، لان اللي شفته ده كله كانت فرفشه. لما تمتد لناس مثقفه يبقى في حوار تاني بعد الفصل.